أخبار اليوم. نتعرف بحضرتك. أنا السيدة علا إبراهيم، موظفة بإدارة المرور مرور الجيزة، وعمري 37 سنة، ومعايا ولدين محمد ومصطفى. محمد ثانوية عامة ومصطفى في أولى إعدادي. عايزين حضرتك تحكي لنا إيه حكاية الأحلام معاك اللي بتتحقق، وحصلت معاك إزاي، بدأت إمتى؟ هي بدأت من وأنا في أولى إعدادي، يعني ابتديت أقرأ في القرآن وأصلي طبعا وكده، فابتديت بقى أشوف حاجات بقى من تالت إعدادي. ابتديت بقى أشوف أحلام، أشوف أسئلة بتجيلي، أسئلة مثلا بذاكرها أبص ألاقيها جالي في الامتحان تاني يوم. بالنسبة لجوزي، كنت أنا في ثانوية عامة حلمت بيه برضو، إن هو ضابط لابس أبيض فأبيض، لابس ميري يعني، واداني ورقة، فبعدها بأسبوع جيت أقدم لي. فالأحلام بالنسبة لي الحمد لله ربنا أنعم عليا بالنعمة، إن أي حاجة، أي حدث خاص بي أنا أو بإخواتي برضو، ربنا بينبئني بيه عن طريق رؤية. يعني ده بيحصل معاكي مع أقرب الناس بس، أو مع الحاجة الخاصة بيك انت؟ وزمايلي، يعني ليا زميلة برضو قريبة مني شوية بحبها، فكانت بتقول لي بنتي في الثانوية العامة ادعي لها، فقلت لها بنتك هتجيب 90، فقالت لي لا 90 قليل قوي، قلت لها خلاص 93، ففعلا جابت 93 أو جابت لي حاجة حلوة. يعني عايزين نعرف، من ضمن الحاجات اللي خاصة بمصر ومستقبل مصر حضرتك حلمتيها وتحققت؟ أنا حلمت. زي إيه؟ حلمت بثورة يناير، قبلها تقريبا بأسبوع حلمت شفتها، مش عايز أقولك إن أنا شفت الثورة بعينيا، شفت ناس بتموت وناس والشرطة بتجري ورا الناس وناس بتجري وراهم، وزي طيارات، زي كأني حرب يعني. أنا شفت ثورة يناير، فقمت من النوم قلت لجوزي على فكرة مبارك هيتشال، وفي ثورة هتقوم في مصر، في كل مصر كلها هتقوم في وقت واحد، ومحدش هيقدر على ولا الشرطة ولا الجيش هيقدروا على الشعب، من كتر طبعا من الناس والمأساة اللي كان فيها الشعب 30 سنة طبعا تعب وعناء وكده وفساد. دي بالنسبة لثورة يناير. بالنسبة للسيد الرئيس حلمت بيه برضو، حلمت السيسي، السيد الرئيس السيسي حلمت بيه، حلمت ان انا في الكعبة ولقيت صورة السيد الرئيس، هو كان ساعتها في الوقت ده، ان الرؤية دي شفتها سنة اخر 2013، شهر 12 2013، كان وقتها لسه ما كانش رئيس، كان وقتها لسه في وزارة الدفاع. فحلمت ان انا شفت صورته متعلقة على الكعبة بالملابس الميري، فظهر لي راجل وسيم كده بدقن لابس جلابية بيضة، فبسأله ان انتوا ليه حاطين صورة السيد المشير على الكعبة، فقال لي ان الراجل دوت هو منقذ مصر، وربنا سبحانه وتعالى هيعلي من شأنه وهيرفعه، واحنا هنا السعودية بنحبه وانا بحبه. فبقول له طب انت مين؟ قال لي انا شيخ الكعبة. بس ايه تاني احنا عايزين نعرف من حضرتك، ايه تاني يعني حلمتي بيه اتحقق على المستوى الشخصي الاسري بالنسبة لأسرتي انا؟ يعني انا جوزي كنت قاعدة كده معاه الصبح، فبقول له هيجيلك ترقية، فجات له ترقية بالليل، اتصلوا بيه فعلا بالليل قالوا له هيجيلك، هتطلع فرقة ترقية وفيها يعني زيادة في المرتب وكده، واللهم ده حاجه من السنه. الحمد لله، راجل طيب جدا وحبوب كده ولذيذ يعني، وحنين صراحه يعني، الحمد لله. المهم فيه يعني بالنسبه لي انا والدتي الله يرحمها، اليوم اللي ماتت فيه، قبليها بقى الليله يعني اللي توفت فيها، انا حلمت ان هي راكبه زي ميكروباص، واللهم صل على النبي، ولابسه اسود وراحه فرح، بس كل اللي في الميكروباص لابس اسود، وهي بتغني وبتسقف لان هي كانت مريضه الله يرحمها يعني، فليها اخت متوفيه فبتقول لها انزلي، فوالدتي نزلت لها، فقمت من النوم لقيت اذان الفجر بيأذن، فقلت لجوزي على طول كده، قلت له على فكره ماما هتموت، ما فيش، قمت من النوم روحت الشغل، فبحكي لزميلتي مدام عفاف، فبقول لها انت صدقني حلمت حلمي مش كويس لماما، على فكره انا قلقانه، مش عايزه اقول لك، ما فيش نص ساعه فلقيت التليفون بيرن، لقيت اختي بقول لها على فكره دي اختي، على فكره عفاف هي هتقولي دلوقتي ان ماما ماتت، ففعلا بقول لها ايوه يا رشا، قالوا
قالت لي دي ماما ماتت تعالي بقى وكده. فزميلتي استغربت كده قالت لي ربنا يستر علينا من احلامك. طب حضرتك ليكي علاقه بالكوتشينه، قراءه الفنجال، مثل هذه الامور؟ بص، هو انا قرائي اني من اتى الى كاهلا او عريفا او قارئ كف او فنجال او الحاجات دي كلها فقد كفر، وقد كفر بما انزل على محمد. انا بحب القران، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى يعني بيخليني اشوف الحاجات دي لاني برضو بقرا قران كتير الحمد لله، وخصوصا في سور معينه بحب اقراها قوي. ياسين، سوره ياسين دي جميله قوي، قلب القران. ياسين المقرئ قلب القران بتنور بقى القلوب، وانت حتى انت لو نفسك في حاجه وقريتها اكتر من مره فربنا ممكن سبحانه وتعالى يعني ايه يلبي لك طلبك. وسوره الواقعه وسوره الملك والدخان والكهف طبعا يوم الجمعه لازم اقراها، واذكار الصباح والمساء دول اساسي طبعا، بحب اقراهم الصبح اول ما اصحى من النوم وبالليل قبل ما انام. بس بستعين بالقران الكريم، واهم من كل ده القلب. ان انا بنام الحمد لله يعني ما قلب ابيض الحمد لله رب العالمين، ما بعرفش اشيل من حد او في غل وكره وحقد والحاجات دي، لا ما فنيش انا الحاجات دي خالص الحمد لله. بالنسبه لزياره آل البيت الحسين السيده نفيسه، انا بحبهم ومرتبطه بيهم ارتباط شديد جدا، لاني بحلم بيهم، لان انا بحلم على طول ان انا بخش مقام السيده زينب، وحلمت بالحسين ان انا دخلت زورته، ان انا بزور بخش جوه بخش المقام وبزورهم. والسيده زينب انا مرتبطه بيها، فهي يعني بحبها جدا، حتى احيانا بشعر ان هي بنام زعلانه كده او ببكي ابص الاقيها جالي في المنام، بحس ان هي بتطبطب عليا، يعني مرتبطه بيهم الحمد لله وبحب ازورهم. بتزوريهم كم مره في السنه و... يعني انا لا انا لازم كل اسبوع لازم ازور السيده زينب، لازم يوم في الاسبوع لازم اروح لها. لازم بس قعدت فتره كده انقطعت، فجالي حلم عرفت ان هي زعلانه، فشفت حلم كده عرفت ان هي زعلانه مني عشان انا قطعت شويه زيارتها. ويجي واحد في مره عارف ان انا محاطه بيهم، كنت عارضه الشقه بتاعتي للبيع، هو راجل شيخ كده راجل طيب يعني، فبيقول لجوزي على فكره مراتك محاطه باهل البيت ومحدش يعرف يزي على فكره، محدش يعني محدش يعرف يعملها اعمال وسحر والحاجات دي لان حبايبها محوطينها، السيده زينب بتحبها وفهي محوطاها يعني، فما حدش يعرف يأذيها يعني الحمد لله. حضرتك ليكوا طقوس معينة بتعمليها عشان تحلمي، ولا انت بتنامي نوم طبيعي وبعد كده لا زي اي حد عادي. في ايام معينة في الاسبوع؟ طيب لا والله بتصير اي يوم وفي اي وقت، يعني ممكن حتى في ظرف بيجي للستات كده ممكن بحلم، يمكن في الوقت ده احسن من اي وقت. يعني لما حلمت قبل كده حلمت بالكعبة برضو من 20 سنة قبل ما اتجوز، حلمت ان انا بطوف في الكعبة انا وزمايلي اللي في المدرسة كلهم لابسين ابيض وبيطوفوا، فقالوا لي هتتجوزي، وفعلا ما فيش شهرين واتجوزت. اشمعنى الرئيس السيسي؟ والله مش عارفة يعني هقول لك اشمعنى بالظبط، يعني انا نفسي مستغربه ليه اشمعنى انا حلمت بيه، بس يمكن سبحان الله يمكن في التوقيت ده كانت البلد داخله بينا في نفق مظلم، فربنا هنا حب يطمنا، بس يعني حب يطمني، وكنت طبعا قلقانه على مستقبلنا طبعا ومستقبل مصر، يا ترى البلد ايه اللي هيحصل فيها، يا ترى ايه اللي ايه هيكون مصيرنا، طبعا مصير مصر هيبقى ايه، فهنا حب ربنا سبحانه وتعالى يطمني وان مصر بخير، وان ربنا هيجعل الراجل ده هو منقذها، هو منقذ مصر. ومش عايزه اقول لك ان بوجود الراجل ده هيبقى في خير كتير قوي قوي لمصر، ان مصر ان شاء الله هتبقى تعتبر من يعني خلال الثلاث او الاربع سنين اللي جايين هتبقى مصر من الدول المتقدمه قوي. عرفنا ان حضرتك توجهتي اكتر من مره لمقر الرئاسه. رحت عشان كان نفسي اقوله بس ان انا شفت الرؤيه دي، لاني بحبه بصراحه زي اي حد بيحبه يعني. قابلتي الرئيس السيسي؟ لا ما نفسي بصراحه اقابله. ايه عاقك من الدخول او يعني؟ قالوا لي ما ينفعش وكده، هو مشغول يعني، كان لسه وقتها ماسك البلد وكده، فما ينفعش بقى. ما حاولتيش بعد كده؟ لا ما حاولتش بصراحة، أنا قلت صعب بقى طبعا، يعني هو الله يكون في عونه طبعا مشغول وكده يعني وراه حاجات مهمة طبعا، الله يكون في عونه. الله يكون في عونه. طب حضرتك ما رحتيش لدكتور نفساني، لشيخ، لحد
احسن يكون الحاله بتاعت حضرتك دي فيها لبس، فيها شيء. لا لا لا، الحمد لله. لا لا، لان انا بقرا قران كتير، فمثالي اللي بيقرا قرانه بيصلي وبيحافظ على الصلاه والاذكار دي، بالذات اذكار الصباح والمساء. طبعا ما ربنا هو اللي بيحفظنا، بالذات انا بحب اقرا سوره ايه الكرسي واخر سوره البقره، دول اساسي لازم اقراهم. طب في حد الشيخ بتاع المنزل اللي كنت حضرتك هتبيعيه او كده؟ هو قال ان انا محاطه يعني بحاجة. بمعنى ايه محاطه؟ يعني انا عشان بزور او معرفش معناه، يعني انا مرتبطه بيهم، هو يقصد ان انا مرتبطه وهم بيحبوني، يعني الناس دي برضو بيبقى ليهم. هو مين اللي قال؟ معرفش، هو من نفسه كده. هو من نفسه. هو راجل متدين برضو، قريب من ربنا برضو الحمد لله، فهو قال كده يعني. بس عايز حضرتك تحكي لي اهم الاحلام اللي انت حلمت بيها في عجاله. بالنسبة لي انا حلمت زي ما قلت لك بجوزي واتجوزني فعلا، وحلمت ان كان ليا بيبي صغير توفى مني، هو توفى على ايد بنت خالتي. فبنت خالتي ديت حلمت ان هي قبلها باسبوع، حلمت ان هي بتجري ورايا في شوارع ضلمه وقصرت على دماغي قلة، فما فيش، قمت ساعه اذان الفجر برضو، فما فيش اسبوع لقيت ابني ده توفى فعلا على ايديها وجرينا فعلا في شوارع ضلمه. هل هي كانت السبب؟ لا لا، ده هو ده كان جاي لي زياره، فبتشيله كده السر الالهي طلع. هو اخر حلم انا شفته هو خير لمصر الحمد لله، وشفت حلم تاني للسيد الرئيس برضو انا قلته قبل كده. ايه الحلم الخير لمصر؟ هو الحلم ان انا كل حلمت ان انا كل ما امشي في الشارع على ايد الله، كل ما امشي في الشارع على ايد الله، فاستغربت يعني قلت يا طارق هو النور قطع من مصر كلها في ايه بالظبط. فالمهم فدخلت قعدت امشي كتير يعني في كذا شارع، فلقيته ضلمه، بصيت لقيت نفسي دخلت في شارع فلقيت في نور جامد قوي، ولقيت صوره الرئيس، الناس معلقينها في كل حته في الشوارع وكاتبين على الصوره تحيا مصر، مصر بخير. وبصيت لقيت موج البحر عالي، لقيت قدامي بحر والموج بتاعه عالي، ده اخر حاجه. البحر ده ان هو هو البحر خير والموج العالي ده ان مصر هتبقى عاليه ان شاء الله، والنور ده الضلمه ديت الضلمه اللي كان في الازمه اللي كانت فيها مصر، وربنا نجانا منها وخرجنا للنور طبعا بفضل الله وفضل السيد الرئيس طبعا، لان اصلا جالي قال لي هو منقذ مصر، مش اي حد برضه يعني، الحمد لله رب العالمين، قال لي هو منقذ مصر، فما فيش كلام طبعا، هو ربنا سبحانه وتعالى جعل. هو والله اعلم، انا بقول ان هو الرسول عليه الصلاه والسلام، ان بيقول لي انا شيخ الكعبه، هو وسيم وبدقن ولابس جلابيه بيضاء، فانا بجيت بساله انت مين؟ قال لي انا شيخ الكعبه. فانا بقول ان هو قد رآني فقد رآني حقا، فان الشيطان لا يتمثل بي. فهو يعني وبيحبوه، فبيقول لي انا بحبه، وهنا كمان احنا هنا السعوديه بنحبه، فهو يعتبر ربنا خرج مصر من الضلمه للنور على بفضل الله طبعا وبفضل الراجل دوت. طب في احلام اخيره؟ لا، هو ده اخر حلم انا شفته. اخر حلم بقى له قد ايه الحلم؟ تقريبا بقى له شهرين كده. بقى له شهرين ولغايه النهارده ما فيش احلام جديده؟ لا لا، ما شفتش حاجه، بس انا احساسي يعني من عند ربنا برضو، توقعاتي انا الشخصيه ان مصر هتبقى حاجه تانية، مش عايزه اقول لك هتبقى عامله زي اوروبا ان شاء الله. والله احنا عايزينك تقولي حاجه عشان بعد كان هنبقى متابعين لحضرتك، لو حصلت هنبقى احنا احد شهود العيان على ذلك. ما انا قلت ان في موضوع برضو قبل كده، قلت ان في ناس كتير هتدعم مصر في دول، وفعلا في دول هي ابتدت تدعمنا، الكلام ده قلته في 2015 ان في دول هتساعدنا وهتدعمنا، وفعلا الحمد لله في دول كتير دعمتنا ووقفت معانا، يعني حتى في دول زي يعني مش هقولك معادية لمصر، يعني ما فيش صداقة شوية، بس ابتدت تتعاون معنا، زي مثلا فرنسا، زي الصين، زي اليابان، زي الدول دي ابتدت فعلا تقف معنا. وانا قلت الكلام ده قبل كده في موضوع برضو كان شهر 9 اللي فات، ايام حكم الاخوان. حلمت بالاخوان؟ حلمت بالرئيس المعزول محمد مرسي؟ انا ما حلمتش بيه بالظبط، هو انا حلمت بالنيل، شفت النيل اسود، شفت النيل اسود وزي ما اكون حزين، فعرفت ان احنا نشوف ايام يعني سودة في حكمهم يعني، وفعلا شفنا ايام يعلم بها ربنا، كانت سنه نحس على مصر كلها، بس فعرفت ان
ان يعني وهو هينتهي يعني، حتى اللي هم بيعملوه يعني مش عايز اقول لك ان النهايه قربت بالنسبه لهم. والارهاب، انا قلت ان الارهاب هينتهي في اول 2016، يعني في اوائل 2016 مش هيبقى فيه ارهاب، وفعلا حصل. كان في زياره لشمال سيناء بعيد تحرير سيناء، لا يوجد ارهابيين على ارض سيناء. طب هقول لحضرتك حاجه، انا الاستاذه هبه رمضان اما قالت لي، قلت لها سالتني كده زي حضرتك، قالت لي الارهاب، قلت لها الارهاب على 2016 في اوائلها، في اوائل 2000 مش هيبقى فيه ارهاب. ما فيش 3 ايام بصيت لقيت عمليات حق الشهيد، يعني بعد ما عملت معايا الحوار فعلا بعدها 4/9 او 5/9 عمليات حق الشهيد، اللي هي اللي عاملها الجيش والشرطه يعني. وفعلا ما فيش الوقت الحمد لله. يعني انا في حاجات برضو قلتها حصلت. حضرتك نزلتي احتفلتي بعيد تحرير سيناء؟ لا انا كنت في المستشفى بصراحه في الوقت ده، ما حاولش. حضرتك برضو عرفنا من مصطفى ان حضرتك كلمتي بمرض حماتك قبل ما يحصل. هو انا حلمت بيها، ان انا حلمت اني كانت عماله ترف كتير كتير قوي قبل ما تتعب، وقلبي كان مقبوض، فهي كانت تعبانه في الوقت ده، يعني كانت عينيها بترف بطريقه مش كويسه. وحلمت بيها فعلا ان هي، اللهم صل على النبي، ان احنا راكبين زي مترو. حلمت ان احنا زي ما كنا راكبين مترو، وانا وولادي وحماتي وجوزي فيها. فبصيت لقيت المترو ده اتصدم بمترو تاني يعني، واتقلب المترو اللي احنا راكبين فيه، اتقلب مش عارفين نخرج، بقينا نصرخ ونعيط مش عارفين. المهم بالنسبه لي انا وولادي الباب اتفتح وخرجت انا وولادي، وهي ما خرجتش، هي مش عارفه تخرج، هي مش عارفه تخرج. وفعلا هي الله يكون في عونها، يعني الامراض اللي هي جات لها واللي هي فيه مش عارفه تخرج طبعا. ودلوقتي لسه ما هي خرجت من المستشفى، بس احنا بنتابع برضه، تعبانه طبعا. هي ما هو معانا الحلم ان هي مش عارفه تخرج، احنا خرجنا من المترو والمترو مقلوب، القلبه دي اللي هي المستشفى طبعا، والمرض اللي هي فيه. احنا خرجنا الحمد لله من المترو، هي مش عارفه تخرج. فالتعب اللي فيه طبعا، هي لسه ان عندها كانسر وكده وعندها مشاكل كتيره يعني. الله يخليك. والله انا بدعي لها بالشفاء. انا سبت شغلي تقريبا النهارده 12 يوم اهوت، قاعده جنبيها الممرضه بتاعتها، اكلها واديها علاجها طبعا طبعا. 20 سنه عشت 20 سنه يعني، وهي حنينه وطيبه الحمد لله بالشفاء طبعا. ونفسي تقف على رجليها ونطلع نصيف زي كل سنه احنا وهي، وتبقى بخير يا رب، ويشفيها ويشفي كل مريض يا رب. دعوتك لمصر الفترة الجاية؟ لا أنا بحب بلدي جدا، وبحب مصر قوي، وبحب السيد الرئيس السيسي، بحبه وبقول له يعني ربنا معاك في الفترة اللي جاية. ومصر طبعا أتمنى إن بلدي تبقى أحسن بلد في العالم، وأنا متوقع لها كده، إن مصر خلال 4 سنين اللي جايين بإذن الله، بأمرك يا رب بإذن الله، هتبقى زي، مش عايزة أقول لك أوروبا التانية. توقعاتي أنا. احنا سعداء بلقائك يا استاذه علا، ونتمنى ان قبلك تاني في احلام جديده سعيده تعم علينا بالخير والفرحه لما تتحقق ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. شكرا يا فندم، شكرا.